دابا حنا كنتعذب العذاب العالي، تنتمنى من الله يشوف من حالي، عافاك ساعدوني يا تي، تنتمنى والله هو اللي يساعدني. ما بقيت باغا فلوس، ما بقيت باغا حتى شي حاجه، بغيت غير نرجع نعس كيما كنت غير 6 ساعات. عيني ما تيتغمضوش مره، هي كنسدهم تنبقى ساداهم وصافي، هو نعس فيا وتنبقى نتفوه. درت 9 شهور وانا تنتعذب بلا بلا ناس، راه حياة صعيبة بلا ناس. انا تنتمنى من الوزارة تدخل، لان علاش يعذبوني هكا هجوم عليهم؟ غير 4 6 ساعات، ما عمرو ما رجعوا لي. دابا انا تنقول ربما هذاك الدواء بحال اللي حدد لي الناس، الناس نهار كنعس 6 ساعات وليله ما تنشوفوش، ما يمكن هذاك الشيء اللي بقى ليا في الناس ديالي. كنظن الله اعلم بحال اللي دات لي ديك الكينه مع منشط مخدر، دات لي النعاس وزدت شربت واحد القطاري وقطعتهم تدريجيا، ما كنتش عارفه معاه في الاخر قالوا لي لا دروغ وانا متخوفه قطعتهم، زادوا هربوا لي النعاس كثر واكثر مده ديال 9 شهور، ولكن ما استفدت حتى شي حاجه. تيخرج لي 9 شهور وانا كنشرب زدت خربقت المخ ديالي، خربقت ودرت لي ريب، ما عندي والو في لي ريب. درت التحاليل ديال الغده قلت ربما يكون عندي، قالك ما عندي والو. ما درت الرقيه، درت الحجامه، ما خليت ما درت. دابا حنا كنتعذب العذاب العالي، تنتمنى من الله يشوف من حالي هادشي، تنتمنى لانه هو اللي قادر، ما غيره ما قادر حتى شي واحد، هو اللي قادر يشافيني ويما يديني عنده وحده بجوج. تنطلب من الناس كاملين اللي شاف هاد الفيديو، تنتمنى يطلب معايا الله ويزوقوا معايا في الله سبحانه وتعالى، لان تيقولك الدعاء ديال المستجاب، الدعاء ديال الغائب تتكون مستجاب. عافاك ساعدوني هاتي، تنتمنى والله هو اللي يساعدني. كانت عادية، كنت واخا كنت نخدم وخدمت مدة طويلة، خدمت صغيرة كانت عادية، كنت كنضحك، كنت واخا كانت فيا ديك الخنقة ما كنتش كنعيش معاها، كتجيني تدوزني هذيك المرحلة تنبقى نتخنق عادي، ومن بعد حتى من طبيعتي ما تنقولش راه غنموت ولا تنجيني وسواس ما تنعش بالليل، بالعكس صافي تدوزني هذيك الحالة صافي تنحط تنعيش مع التليفون، تنضحك حتى انا بحالي الناس، الفازة تنمشي للخدمة، الناس راه كنت خدامة معاهم كنت كنضحك معاهم عادي، هي تندير خدمتي كنخدم خدمتي مزيان، غايقول لك الناس ديال الشركه كلشي شركه في طنجه، ولكن دابا دورت كامله ما بقيت نقدر نخدم، ما بقيت حتى الضمان الاجتماعي كان كيعوضني شي حاجه، قال لك الطبيب ديالهم شوفي الطبيب ديالك يشوف لك شي حل، ولكن انا الطبيب ديالي هو ما شاف لي حل. دابا انا وليت ما بقيت كنتبع لا ضمان اجتماعي لا حتى شي حاجه، دابا انا وليت كنتمنى غير الناس، ما بقيت باغا فلوس، ما بقيت باغا حتى شي حاجه، بغيت غير نرجع نعس كيما كنت غير 6 ساعات، غير 4 ساعات المهم ما نبقاش حيا. عيني ما تيتغمضوش مره، هي كنسدهم تنبقى ساداهم وصافي، هو نعس فيا وتنبقى نتفوه وصافي، وبالحق النعاس ما كناش، كنبقى مجبده كنبقى نتقلب من هنا مع المخده، في اللحظه اخر لحظه كنبقى نفركل برجليه صافي، ما تيجينيش النعاس، ما تنغيبش هذيك الغيبه اللي كنت شحال هذه اللي تنتفرج في التلفازه كتجيني هذيك الغيبه، ما بقاش كتجيني مره. مشيت عند واحد قال لي كملي على واحد الدواء، ما دوز هذا، قال لي الدواء اللي عطاك الطبيب هذا كملي عليه، تنشربو بحال اللي تنكب الماء في الرمله، ما تيبقى تيقر فيا لا دواء، لان ديجا انا شربت دواء الاعصاب بزاف شحال هادي، بحال كنت كنشرب هذاك الدواء العادي ديال الاعصاب اللي كتشرب في الصباح والعشيه، كنت كنعس عاديه، ما كان تيوقع ليا حتى شي مشكل، حتى شربت هاد الكينه هادي عمرني ما توقعت. انا الطبيب قالها لي قبل منه، دوزت عند واحد الطبيب هنايا في مكناس وخرج لي واحد الدواء هو ديال الاكتئاب، تينعس هو، راه كان عندي الحساسيه وهما ما اكتشفوش المرض ديالي، لان الطبيب مؤخرا توقع لي مشكل، طبيب الحساسيه هو اللي اكتشف لي، قال لي راه الجهاز الهضمي تيقوت لي برودوي وهذا الشيء اللي كتخدمي فيه راه حتى هو كيرجع الحساسيه عاد، ولكن من قبل كنت نقول للاطباء الجهاز الهضمي تيقولوا لي لا ما عندك، هو كان عليه كونسيفتني عند طبيب نفساني، وكان طبيب نفساني كان يقدر يلقى لي الحل،
ولكن انا كنت نقول لهم حتى الكينات ما تيجيوش معايا. وكان جيت وشربت غير هاد القطاري قبل ما يمشي لي النعاس كنت نلقى عليهم تحسن، لانني كنت كنعس كان يعطيني غير 5 ديال القطرات كنت غنشربهم كنت غنلقى عليهم تحسن، لان فاش شربت هاد القطاري من بعد مشات لي الخنقه نقصات لي ما بقاش فيا، ولكن المشكل ديالي قطعتهم ماشي تدريجيا ولكن كان مشى لي النعاس، مشى لي النعاس بالكين. اما هو براسو كون عطاني هاد القطاري وكان لقيت الحل وكان تشافيت، لان القطاري ماشي هما الكينات. عايشة مع والديا باش ما عاشوا عايشة معاهم، هادشي باش عايشة. واخا ما كاينش لي الوالد اصلا جالس، لا خويا واحد خويا اصلا مريض وهو كيديباني شوية كنعيش معاه وصافي. عاد خرج لي الطبيب رجع لي واحد الدواء عاوتاني قال لي شريه وما بغيتش نشريه، واش نبقى انا ما عرفتش تنشرب في الدوايات، كنزيد نفرع المخ ديالي. فاش شربت الدواء عندي واحد الامل شوية، كان باقي لي واحد شوية النعاس. فاش شربت الدواء النعاس معانا عندي الحساسية في النيف، زاد مشى ليا النعاس مرة. دابا تنتعذب، ما عييت قالوا لي ديري بابونج ديري لويزا، ما عييت ما ندير فيهم. شريت واحد العشوب من عند واحد الراقي في سولال شربتهم والو، درت الحجامة زعما ربما على دوك الغودات ديال الظهر والو، ما هكاك ما بغاش يرجع لي النعاس. دابا انا مدمرة في حياتي، ما بقاش عندي حياة، وليتي تنطلب الله تنقول يا ربي الا عندي الشفاء شافيني، ما عنديش الشفاء فهاد العواشر ماشي مشكلة، اخر تموت بعد على الاقل يكون غفر لي الذنوب ديالي. تعذبت 9 شهور ولا تنتعذب بلا ناس، راه حياة صعيبة بلا ناس. انا كنت عرفت القيمة ديال الناس كون كانت ربي تنصلي له بالليل وبنهار. انا كنصح الناس فين ما ينوضوا من الصباح اول حاجة يشكروا الله على النعمة اللي عطانا. انا كنت عرفت هاد النعمة غتمشي ليك، وكان ما عرفتش شحال من ركعة نصلي له ونطلب ونقول له حمدتك وشكرتك لي عنها احسن نعمة. تقدري تبقاي بالجوع تقدري تبقاي باي حاجة ويقدروا يرحموك الناس، ولكن الناس ما كاينش اللي يرحمك من غير الله، هو اللي عاطي الناس وحتى شي واحد ما لاقي له الحل. انا تنقول لهم حقي عند الله، وانا تنتمنى الله ياخذ لي الجزاء ديالي من منهم في الدنيا، وانا تنتمنى من الوزاره تدخل، لان علاش يعذبوني هكا حشومة عليهم؟ انا شنو درت ليهم؟ مشيت لعندو استاثر ما غادي ندوي نتعالج، ومرات الفرماسيه تنتيق فيها علاش دير لي هكا تعطيني الدواء بالغلط؟ شنو درت لها؟ مازال كون شربته في الصباح قدر يكون كان اثر فيا، ولكن ما ياثرش فيا بحال هكا. دابا انا كنطلب لله لا كاين شي وحدين يساعدوني، شي مساعدة، شي طبيب اللي يقدر نخرج مع هاد الشيء هذا، ولا شي راقي اللي يكون سيعرف نقدر نرجع نعيش شوية غير 3 ساعات ولا 4 ساعات من النهار وما نبقاش نعود. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.